بيني وبينك ولن أخبر أحد، هل تعتبر نفسك ذكي أم غبي؟ لو سمحت أنا لست غبيا. لم أقول أنك غبي، اعتقد ذلك. تمام، سأخبرك الإجابة. لا 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 داعي، عرفت الإجابة لوحدي. كيف؟ السلام عليكم، أنا محمد غنايم. في عام 1995 دخل رجل إلى بنك وأشهر سلاحه وقال انبطحوا، طبعا قالها بالإنجليزية وقتها، وسرق البنك، وكان هذا الأمر في وضح النهار. الغريب أن هذا الرجل لم يكن يرتدي أي قناع أثناء السرقة، ولم يحاول حتى تغيير ملامح شكله، بل كان بكل ثقة يبتسم لكاميرات المراقبة أثناء ملء حقيبته بالنقود، ثم غادر البنك بكل ثقة وعاد لمنزله. كان لصا مريبا. وقبل أن تعجب بشخصيته الواثقة من نفسها، دعني أخبرك أن هذا الرجل تم اعتقاله في نفس اليوم بعد ساعتين فقط من السرقة، ببساطة لأن شكله كان واضح، صوته كان واضح، عنوانه كان واضح، يعني لم يأخذ مع الشرطة سوى مسافة الطريق لمنزله. الغريب عندما تم اعتقاله كان الرجل مصدوم جدا ومستغرب جدا، كيف تم التعرف وإلقاء القبض عليه مع أنني كنت أضع عصير الليمون على وجهي؟ ما دخل عصير الليمون؟ هذا الشخص كان لديه اعتقاد أن عصير الليمون إذا تم وضعه على الوجه يجعل الشخص غير مرئي لكاميرات المراقبة، كان يعتقد بذلك. طبعا هنا الشرطة شكت أنه تحت تأثير المخدرات أو الكحول، لأنه كان مستغرب جدا عندما تم عرض مقطع الفيديو المصور له أثناء السرقة، كان يقول أن هذا المقطع مزيف، وبعد فحصه من آثار الكحول والمخدرات تبين أنه ليس تحت تأثيرهما، بل أن هذا الشخص فقط مقتنع أن عصير الليمون إذا تم وضعه على الوجه يجعله غير مرئي لكاميرات المراقبة. قصة غريبة مريبة صحيح. هذه القصة جعلت عالمان من علماء النفس الاجتماعي يدرسونها بعناية. لماذا يعتقد الغبي أنه ذكي؟ قام هؤلاء العلماء بفحص مجموعة من الطلاب الجامعيين من خلال اختبار بناء على ثلاثة محاور: المحور الأول المنطق، النحو، روح الدعابة. وبالفعل بعد الاختبار جلس العلماء مع كل طالب على حدة، وقبل أن يخبروه بعلامته سألوه كم العلامة التي تتوقعها لنفسك؟ وهنا كانت المفاجأة، الطلاب الذين توقعوا أن علاماتهم ستكون متوسطة كانت علاماتهم الأقل، تخيل. وهنا استنتجوا ظاهرة التفوق الوهمي، يعني الأشخاص الذين يكون لديهم هذا التأثير يبالغون في تقدير أنفسهم، قدراتهم، مهاراتهم، يبالغون في تقدير ذكائهم. لذلك من توقع أن نتيجته ستكون متوسطة كانت علامته الأقل، لأنه يعاني من وهم التفوق، يعاني من زيادة في تقدير نفسه، أو ما يسمى بتأثير دونينغ كروغر. هذا التأثير ظهر في عام 1999 في جامعة كرونيل. جميل، أتذكر التاريخ بهذا الشكل صحيح. أساساً من هذه الظاهرة تأكدنا أن من يعتقدون أنهم دائماً على حق هم أغبياء، يعني بالفعل خصوصاً في مواقف الخلاف تجد أن من يصر على رأيه هو غبي. كنت مرة أشاهد إحدى برامج المواهب ودخل متسابق، يعني موهبته بكل أمانة يعني تافهة. المهم عندما عرض موهبته على الجمهور والحكام، بدأ الحكام بوضع علامات إكس له، وبدأ الجمهور أيضاً بالصراخ أخرج. الغريب أن هذا الرجل كان مصدوم جدا من ردة فعل الجمهور والحكام، كيف لم تعجبهم موهبتي؟ الغريب أكثر أنني أنا كنت مستغرب أكثر من ردة فعله، وأقول في نفسي يعني ألا يوجد في منزلكم مثلا مراية ترى نفسك بها؟ ألا يوجد حولك صديق صريح يخبرك مثلا أن موهبتك ليست ولا بد مثلا؟ ولكن هذا الرجل كان يعاني من وهم التفوق لا أكثر، كان يبالغ في تقدير نفسه. في كتاب لماذا من حولك أغبياء لكاتبه شريف عرفة، استمع لما يقول، سأسمعك من الكتاب الصوتي، سأسرع الصوت فقط. حتى أغبياء حقا؟ يعاني معظم الناس لا سيما الأذكياء منهم من هذا الإحساس المقيم، وهو الإحساس بعدم ذكاء الآخرين. يعني أحيانا تسأل نفسك في مواقف كثيرة، يا ترى هل هو أذكى أم أنني أغبى عندما تجد شخص ما متفوق عليه؟ هذا سؤال بحد ذاته يعني أنك لا تعاني من ظاهرة وهم التفوق، ولكن لو سألت السؤال لنفسك بالعكس، يا ترى هل أنا أذكى أم هو أغبى عندما تجد نفسك متفوق على شخص ما، هذا يعني أنك تعاني من هذه الظاهرة. بالمناسبة أحبتي في الله، التطبيق الذي أستمع من خلال الكتب الصوتية أخبرتكم عنه سابقا اسمه ستوري تيل، يعني أجده أفضل ما يمكن أن تقضي وقتك عليه. بكل أمانة أنا هكذا أقوم بالاستماع، أقوم بتشغيل الكتاب الذي أرغب به وأضع السرعة على 1.5 وأمشي وأضع السماعات وأمشي، أو أقوم بتشغيلها أثناء القيادة في السيارة، حتى أنني لي سفرة الفترة القادمة 5 ساعات قيادة،
فسألت نفسي يعني كم كتاب يمكن أن أنهي، لو وضعت على سرعة 1.5 سأتمكن من إنهاء 3 كتب أريد أن أنهيها يعني استماعا. أتخيل في سفرة تستمع ل3 كتب يمكن أن تقول أنني أنهيتها أو أنهيت قراءتها. رابطه في الوصف وفي التعليق سأثبته لك. التعليق الأول أريد منك أن تحمله الآن حبا بك وحبا للخير لك، فيعني بدل الاستماع إلى الأغاني أو الموسيقى كما يفعل بعضنا في أوقات فراغه، أجد أن الاستماع لشيء يفيدك أفضل لفكرك ولوعيك ولثقافتك ولعلمك. يعني صدقا تطبيق ممتع ويستحق أن يكون على هاتفك، يعني حتى أن اشتراكه رخيص، أول 14 يوم مجانية تستمع لما تريد من الكتب، بعد ذلك $10 في الشهر. أنا صراحة أن أجده استثمار جيد جدا. يعني بكل اختصار الكتاب الذي عرضته يلخص فكرة أننا لسنا بارعين في تقييم أنفسنا. قال لي مرة شخص عزيز علي: أجمل ما يعجبني بك ثقتك بنفسك. فقلت: أهنتني يا فلان. فتعجب أنه كان يقصد المدح، فسأخبرك الآن لماذا أهنتني. العلاقة بين الثقة والمعرفة غريبة كما في المنحنى الذي تراه على الشاشة هنا. عندما تكون ثقتك 100% تكون معرفتك 0، يعني العلاقة عكسية، فكلما زادت معرفتك كلما قلت ثقتك. نعطي مثال بسيط، تمام؟ شخص يعتقد أنك لتصبح محترف في لعبة ما يجب أن تتعلم كل هذا على فرض، هذا المربع، تمام؟ وهو تعلم منه 90%. يعني لو سألنا هذا الشخص كم تعرف عن هذه اللعبة؟ سيقول بكل ثقة: أنا أعرف عنها 90%، أنا محترف. على الطرف الآخر شخص آخر يعتقد أن احترافية اللعبة لتصبح محترف بها يجب أن تتعلم على كل هذا على فرض، هذا المربع الكبير، وهو تعلم منها 70%. يعني لو سألنا: هل أنت محترف في اللعبة؟ سيقول لك: لا، يوجد لدي الكثير لأتعلمها. ولكنه بالفعل يعرف أكثر من الشخص الذي يدعي أنه يعرف كل شيء باللعبة وأنه محترف، صحيح. ثم إذا اجتمع الشخصان ستجد الأول يقول بكل ثقة: أنا محترف أكثر من الشخص الثاني، أنا لدي علم أكثر من الشخص الثاني، بسبب ثقته التي أثرت على معرفته. ولكن يتضح الفرق بينهما عند التطبيق العملي، فدائما الثقة تتحطم عند التطبيق العملي وتبقى المعرفة هي سيدة القرار. فاحرص أن تملك معرفة أكثر من الثقة. لذلك قلت لذلك العزيز لما مدحني بثقتي: أهنتني ولست واثقا من نفسي يا صديقي. الله سبحانه وتعالى يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء. لأن من صفات العالم أنه لا يقول أبدا أنني أعلم كل شيء، بل يستمر في الاعتقاد أنه يحتاج التعلم أكثر، لذلك يصل ليقين عظمة الخالق وبالتالي يخشى. ولكن لو توسعنا في هذه النقطة أكثر أحبتي في الله، نلاحظ أن الملاحدة أغبياء، لأنهم لو اقتنعوا أنهم لا يعرفون كل شيء لعلموا حينها، صحيح، فكر بها، لعلموا حقيقة وجود الخالق. أذكر قبل 3 سنوات تكلمنا عن الفرق بين العالم والمثقف إذا تذكرون، وقلت حينها أنني لا أحب أن أعرف شيء عن كل شيء، بل أحب أن أعرف كل شيء عن شيء، وهذا الفرق بين المثقف والعالم. هذه الحلقة مكملة لتلك الحلقة من 3 سنوات، والله أعلم. في النهاية أحبتي في الله، ملخص كل هذه الحلقة: دائما ضع توازن بين الثقة والمعرفة، دائما استمر في التعلم، إياك أن تعتقد أنك تعرف كل شيء. الذكاء والغباء مجرد سرعات فكرية، فلا يعني أنك بطيء يعني أنك لن تصل إطلاقا، بل هذا البطيء سيصل إلى أماكن لن يصلها الذكي الكسول. فقط استمر في التحرك وتوكل على الله. فما أكثر الأذكياء الأغبياء في حاضرنا، فكن ذكيا ذكيا، يعني تجنب أن تصاب بظاهرة التفوق الوهمي. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، ودمتم في أمان الله.